السلام عليكم يا جدعان، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده في فيديو جديد. بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. فكره فيديو النهارده يا جدعان ان احنا جايين في السيت اب بتاع جريندو، اللي هو السيت اب بتاع الجديد يا جدعان. برضه يبقى كده اكونت جديد وسيت اب جديد. ليه بقى يا جدعان انا جاي عند جريندو بصور؟ اقول لكم ليه. لان يا جدعان حرفيا مفيش نت عندي في البيت، النت في البيت عندي مش موجود. فانا جاي النهارده عشان اصور عند جريندو، وعندي تحدي صعب جدا يا جدعان بالبدله الجديده. فانا يا جدعان جاي اصور النهارده الفيديو بالبدله الجديده، ونجيب بقى كلات عاليه جدا. فرجاله ما تنسوش اللايك بتاعكم واشتراك في القناه، تفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بقى يا جدعان عشان مش حابب اطول عليكم كتير، هسيبكم على الفيديو. مشاهده ممتازه مني، سلام. ما تنساش اللايك بتاعك، ياه اللايك بتاعك بسرعه. ايه الرقم ده؟ ايه الرقم اللي قدامي؟ تعالى ابو المأمين. انا جبت دو. معايا مؤمن، معايا جام. ايه يا اسطى خد الطريقتين؟ فنش لي انا شكل الجيم ده يا اسطى. جبته؟ ايه انا الحلاوه ولا انا كده ولا 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 لسه في كلان اهو. اذا فنشها انا عايزك تفنش لي بس يا اسطى. هو العيال ما بقتش تموت يا اسطى واحنا طايرين ليه يا اسطى؟ يبقى في ده مش فيك ليه يا اسطى؟ انا بقى عندي كده عشان الجيم ده انا حاسس ان انا مولع فيه. هات البوت اللي عندك. طيب يا هو الجيم ده باذن الله بقى، باذن الله انا ستك الا يا معلم. في حد جاي شمال اهو، في حد تاني شمال نفس المكان. لا البعيد ده بقى اللي بيضرب بسنايبر. في كار اهي وسكوب 6 فوق البتاع لو عايزه. انت معاك دي بيس برضه ولا؟ اه معايا دي بيس. حلو ده. ما مش هينفع كده، تعالى تعالى عشان ايه نخش الحته دي احسن لنا. هو واحد واخد السير ده قدام يا اسطى. دخل يا اسطى. شفت شفت متاخر. عادي عادي عادي. يلا يلا من فوق. من على اليمين، من على اليمين. هو قدامك قدام. ده متفى؟ خش بقى على اللي دمه طب. فنش لي. انا بقول لك من فوق. ها دي بيس ورانا يا اسطى. لسه ينعل الواد اللي انت نوقته بيترفع فوق. ماشي جبت اللي تحت. جامد. يلا النيلة يا جدعان على الدي بي اس. وانا 2 11 بس. لو كنت خدت الكل كمان اللي انا موقعه كنت ابقى 10. يلا الواد والله المفروض من الواد فوق على البتاع. يلا انزل. البوت عندك اهو. انا جاب البوت. فين البوت؟ انا عندي عندي. انت بس من جوه، من عندك من جوه. تعال تعال استنى. طب معيش اسلحه، معيش اسلحه، هروح فايت مين انا؟ اهو عندي. يلا بوت. اه ماشي بوت. انا فكرت بلاي. انا شفت العيال مكمبرين فين. تعالى خليك تجيبهم ايزي قوي. تعالى استنى بسرعه. في عيال نزلت عليهم. اما ماشي عادي خليهم يقتلوا بعض. انا 11 كيل، ايه اللي يخليني استعد؟ يلا انا عايزك تجيبهم من الاخرام اللي فوق. ايوه دي هتلاقيهم تحت مكمبرين بالظبط كده. عرفت اهو. انا عمال اقول بيسحل. تعالى بس راح فين؟ تعالى دفع. عندي عندي. انا انزل مسك. جبته. طلعش فرقع. ها ده دفى 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 يفنش يا ابن الجهدان. ايه
انا جبت اللي معاه سلاح فيهم. فنش. ما مسكت اللي معاه سلاح طيرته ولا ايه؟ خش لو بقى اسلحه، خش لو اسلحه عشان ما نموتش. واحد تاني من ناس جت، ناس جت. بس لا تمام تمام. عندك كمان اديت واحده، خد خش تلو 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 تلو. تفى يموت، تفى يموت، تفى تفى. واخد واحده ام 24 بس تفى. انا يا ابني شفت عملت ايه، مسكت في البتاع غصب عني. خد ال واحد هنا، خد الدي بيس تعال. طب واحد هنا قدام ثانيه. طيب هات جبته. خلي بالك وراه كده، تعالى عندي. معيش طلقة أصلا؟ أنت خدت الدي بيس؟ لا. أمال اللي الضرر ده؟ طب يلا يلا. إيه ده إيه ده، نمشي سوا إيه؟ واخد الدي بيس فجأة. ثواني. طب يا اسطى كنت عايز أبقى فول بوست. طيب فول فول فول. التلاتة كل نهدي في المدينة خالص وهنجيبها. يلا دفعة تعالى. ريفايف اهي. خلي بالك قدامي. هنا. ايه ده؟ ده خد طلقة في رجله. انت بتهزر يا صاحبي. اتسرق. اي عرف نفسي، عرف نفسي. كفر انت بس. ما لحقتش اكفر انا. ايه يا اسطى، هتلعب بيها ضغط ولا ايه؟ نزلني يا عم. جامد اللي مفيش منك اتنين تلاتة على كوكب الارض يا عم. انزل يا عم، انزل. ده انا هتشل، ده انا اللي هتشل يا اسطى. ما لحقتش اكفر يا اسطى. ده في حد فتح الوحش. ها اللي تنك نكات نكات نكات. تعالى لوت بقى الصندوق منهم بقى. تعالى اللي جايب الوحش ده مين؟ مش مهم، بس تعالى لو جبت واحد نوك تاني. تاني كت كت كت. بس انا عايز كت. لا لا لو كفرني من عندك. جبته جبته كده. ددات كله؟ فين النوكات بتاعتك؟ كده كل اللي معناه ددات. معانا واحد تاني يا عم بقى. يا عم يا لهوي ما لحقتش. كفر انا فول كفر اهو. بس بص بص فوق اهو زي ما انت ضيع. الوحش بتجلش اصلا. لو رمى ند اركب الوحش على طول، فاهم؟ خش هنا خش هنا خش هنا. هيل الكت بس وامشي. نط نط نط. وقع وقع قدامه قدامه. دفع مش شاف من السموك. جبته جامد والله. ما كنت اعرف اللي هو اصلا عندك هناك. اه وقع. يا لهو على اللوت. ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ ام ده معايا ده بي ام. جابها منين الواد ابن الجنيه ده؟ ايه يا اسطى ده؟ وانا بقول قاعد فوق وزي الجلوط ليه؟ يا جلوط. جابها منين الواد ابن الجنيه؟ يا ابن اللعيبه ده جامد الواد ده. كم خل؟ انت خدت سكوب الثمانيه؟ لما قل منك واضربك وراك يا اسطى من غير ما تعيط. مفيش اي حاجه في البتاع السنه دي. ام 24 ام جي سي ام عمر ام جي. خد انت العمر لو عايز. لا لا بلاش عمر مش هتكفر. في بوت عندي جاي لك جاي لك جري الوحوش. خلاص بقى هيب بقى. اللي قدامي ده بوت ولا لا؟ ماشي. وبعدين في الواد اللي فوق ده بقى يقرف ابونا. نزل طلع الواد ده. خش عليه خش عليه بدل ما اشيل له طاس. جبته جبته. يا لو الام كانت جت فيه. مينا ميشو دلوقتي. مينا ما نزل ميشو. يا ريتني يا ريتني. مارمينا مارمينا مارمينا. ايه رجل الفرخه دي؟ رجل المعابر دي. تدوستو واحنا ماشيين. يا اسطى ايه ده؟ ايه يوسف ده؟ يوسف يا اسطى. يا اسطى ايه يا اسطى؟ يا اسطى مومنت. يا اسطى مومنت. يا اسطى الخضه دي. اه
خلي صاحبك ينفك، خلي صاحبك ينفك. ايوه انا يا اسطى، ايوه انا. خلي صاحبك ينفك، خلي صاحبك ينفك، خلي صاحبك ينفك. قول له، قول له يجي ينفك، قول له يجي ينفك، قول له يجي ينفك. يا اسطى يا اسطى يا اسطى، قول لصاحبك يجي ينفك. يا اسطى انا اللي فتح، انا مؤمن اللي فتح اكونت ابو السيد يا اسطى. بحبك يا اسطى. اخويا واحد نزل فوق العيال فوقينا اهو. انا ماشي. لا لا يا اسطى، النت عندي تقيل. بنج ميات يلا دفعه وامتنان. فعد على السطح، فعد على السطح دفعه. دي نخش الدور ده، يخش الناحيه الثانيه. اه ام ام متشال متشال. اوعى تقف جنبيهم على رجلك. ها يا دفعة، فين يا ابو المامين؟ انا قايل لك يا ابو المامين يا ابني سيبني، يا ابني يا ابني سيب ميتين وامي. يا انت عيال بضان على ال ينعلك يا ابني، يا ابني كنت اترفع.